بسم الله الرحمن الرحيم. دو حاجه نشوف فرنسيه قياك الرابع ابتدائي كومينيكاسيون فير دي بريفيزيون. كومينيكاسيون يعني كومينيكاسيون شنو معناتها؟ التواصل ياك جايه من واحد الفيرب سميتو كومينيكي. كومينيكي ياك هذا هو الفيرب فير دي بريفيزيون. شنو هما لي بريفيزيون؟ فير دي بريفيزيون جاية من واحد الفيرب سميتو بريفوار. بريفوار هي تتعرف شي حاجة غادي توقع، تتنبأ، فهمتي؟ هي تنبأ. إذن هنا فير دي بريفيزيون انك تعمل تنبؤات، ولكن هاد لي بريفيزيون ميتيورولوجيك، فهمتي؟ يعني ميتيورولوجيك يعني ان عندها علاقة بالطقس، فهمتي؟ تنتنبؤ بالطقس كيفاش غيكون، واش غتكون الشتاء، واش غيكون الصاعد، واش غيكون الريح الى اخره ياك. إذن تتسموا لي بريفيزيون ولا لا فويونت، ديك الشوافة تتقولها على الله، تتخربق على عباد الله، فهمتي؟ تبقى تدلس على الناس وتبين راسها بحال أو شي واحد تيدير راسو شواف. وتيقول الناس شنو غيوقع ليهم، يعني تيتنبأ ليهم بشي حادث، تيتنبأ ليهم بالأحداث اللي تقدر توقع ليهم. ولكن هو شنو؟ ما كاين حتى حاجة، راه كذوب داكشي، فهمتي؟ يعني في الحقيقة غير تيلعب بالعقول ديالهم هو، حيت ما عندوش هو، شي وسيله باش يقدر يعرف المستقبل، فهمتي؟ ما كاينش شي واحد اللي يقدر يعرف الا الله سبحانه وتعالى، هو اللي يقدر يعرف هاد القضيه. يعني الانسان، ما يقدرش يعرف المستقبل ديال راسو هو، فبالاحرى يقدر يعرف شنو غيوقع للاخرين، فهمتي؟ ولكن بالنسبه لهادو، هاد لي بريفيزيون ديال لا ميتيورولوجي ياك، هاد لا بريفيزيون ديال لا ميتيورولوجي معتمدين على العلم، فهمتي؟ فهمتي ولا لا؟ بحال دابا تيكون عندنا كرة أرضية، الأرض اللي كنعيشو عليها هي هادياك، وهاد الأرض غادا تدور في الفضاء، فهمتي؟ غادا تدور، على راسها، وغادا محركة تدور بحال كل الشمس في الوسط، ياك؟ هاد الأرض ملي تتحرك خاصك تعرفي بأن الفوق في الغلاف على واحد المسافة ديال الكيلومترات تيحطو واحد الأقمار الصناعية. تعرفي القمر الصناعي شنو؟ عرفتي شنو هو؟ قمر، شنو القمر الصناعي؟ هي واحد الآلة أو أداة عندها الجناوح ديالها فيهم الطاقة الشمسية، ياك؟ ومنها ديال الإذاعات، بحال دابا تتكون شي قناة عندها في على الأرض عند المحطة ديالها هنا، ولكن باش الناس يشوفوها دوك البعاد شنو خاصها دير؟ تدير بحال الطبس، بحال البارابول هنا، تترسل داك الشيء اللي تبغي توصلو للناس، تترسلو عبر موجات تيطلعو بحال هكا، فهمتي؟ تيطلعو للقمر الصناعي، القمر الصناعي اش يدير؟ تعاود يعكسهم لهاد الجهة، فهمتي؟ تيشد داك الإشارات ويعاود يقلبهم لهاد الجهة، هذا قمر اصطناعي. كاين أقمار اصطناعية أخرى شنو تدير عاود تاني؟ كاين اللي تيديرو على التجسس، فهمتي؟ الناس اللي راسلنها شنو تيديرو؟ تيرسلو تيديروها فوق البلدان ديال هادو، بحال دابا هما بغايش واحد البلاد كاينة هنا، واحد البلاد فهمتي كاينة فوق الأرض فوق هاد البلاصة، وبغات تعرف هاد الناس أشنو، تيديرو. إذن أشنو؟ تترسل هاد القمر الصناعي فوق منهم، تيبقى يصور ويرسل ليهم، تيصور تصاور ويرسل ليهم، فهمتي؟ كيفاش؟ قدروا يديروا واحد هنا ويديروا واحد هنا ويديروا واحد هنا الى اخره. وكاين اقمار اصطناعيه اخرى شنو الدور ديالها؟ هي هاد لا ميتيورولوجي، فهمتي لا ميتيورولوجي شنو هي؟ هاد القمر الصناعي شنو غادي، شنو تيدير؟ عاد تيصور الارض، تيبقى يصور
وتيرسل دوك الناس اللي على الارض اللي متبعين احوال الطقس، فهمتيني ولا لا؟ بحال دابا شوفي هنا، بحال دابا ديال الكره الارضيه ياك، تصوري كاين عندنا الغمام جاي، هاد الغمام هو ياك، هاد الغمام هو جاي، هو جاي، هو جاي، غادي يجي لهاد البلاصه. اذا عندنا واحد القمر اصطناعي كاين هنا ياك، ملي تيصور هنا شنو تيصور؟ تيصور الارض وتيصور الغمام، فهمتي؟ وتيرسلو دوك الناس، هاد الناس كاينين هنا، تيرسل لهم التصويره. ملي تيرسل لهم التصويره شنو؟ تيشوفوا بان في الاول راه كان هذاك الغمام كاين في واحد البلاصه، شويه واجه هنا، شويه دازت واحد 6 سوايع على واجه هنا. اذا اش تيقولوا؟ تيقولوا قدر غتكون الشتا عندنا هنا، حيت شاف وهذا صاوب من البعيد، صور هذا الغمام جاي ورسل لهم التصويره، فهمتي؟ اذا شنو تيقولوا؟ راه الشتا جايه. اذا هاد لي بريفيزيون، هاد التنبؤات ديال الطقس، يعني تتعتمد على العلم، ماشي تيقولوا على الله. تا تيشوفوا دوك التصاور اللي تيرسل لهم داك القمر الصناعي، عاد تيقولوا شنو كاين، فهمتي؟ وتيدرسوا حوايج اخرين. المهم هنا شنو عندنا هنا؟ سي سي لو سوار. سي لو سوار. انه انه المساء. المساء. فريد اس فريد اس سور اس سور رونتون رونتر رونتر بحال اونتر، هي بحال بحال يعني دخلوا. اذا فريد اي سا سور يعني فريد واخته واخته سا سور ياك، هذه من داك الصا اللي كنا هضرنا عليها من قبل، كاينه الصا ياك، وكون كان مذكر هذه السور يعني كون كان الاخ غنقولو سون فخيغ سون فخيغ، اما مادام هي مؤنث تنقولو سا سور، بحال تنقولو سون ستيلو سا غيغل، فهمتي؟ اما الا بغي نقول عليا انا بان هذا هذه اختي انا غنقول ما سور، الا بغيت نقول خويا تنقول مون فخيغ ياك، ولا بغيت نقول بان راه اختك انت غنقول تا سور، ولا بغيت نقول بان اخوك انت غنقول ها تا فخيغ. شنقول؟ شنقول؟ تا مون فخيغ طون فخيغ طون فخيغ تا سوغ طون فخيغ، فهمتي؟ إذا فريد إي سا سوغ يعني فريد والأخت ديالو، مالهم غونطخ سي الفيرب غونطخي يعني دخلوا، تتشوف هنا أو إن تي باش يبينو ديك القضية ديال دخلوا، فهمتي؟ أو هي هادي هي أو إن تي ألا ميزون يعني إلى المنزل ألا ميزون ياك؟ أو Tu vois ces grands, grands magies. Nuages. Nuages. Ah, oh. Tu vois ces grands nuages. Il y a un nuage. Tu vois ces grands nuages. الثلج. لا ماشي الثلج، السحب، فهمتي؟ السحب يعني تي فوا انت ترى هذه ياك سي سي هذه السحب الكبيرة جدا، ماشي غون، فهمتي؟ ماشي غون نياج سي غون. وكون كانت عندنا هذه، شوف السحابة، السحابة عندنا حنا بالعربية مؤنث ياك، بالفرنسية مذكر، هذاك الشيء قلنا غو، كون كانت هذه مؤنث غنقولو غوس، فهمتي؟ المؤنث غنقولو عليها غوس، ولكن هما قالو غو، حيت نياج في الفرنسية مذكر، فهمتي؟ إذا، أو تي فوا سي غو نياج، أنت ترى هذه السحب الكبيرة، إذا هنا راه سؤال، ولكن مطروح بطريقة ديال جملة عادية، نورمالمون. في الاسئله اللي تتكون فيها غالبا تيكون في الاسئله الاخرى المعروفه تيكون الفيرب مقلوب، كنقولوا فواتي
فهمتي؟ اوه فواتي سي غونياج نادية، فهمتي؟ يعني فواتي سي غونياج نادية، ولكن شنو قالنا؟ طرح سؤال عادي، ولكن شنو خاصو يبدل الصوت؟ فواتي سي غونياج نادية، يعني واش تتشوفي هاد السحب الكبرى يا نادية؟ ها؟ إل إل فا بلو فوا، إل فا بلو فوا، إل فا بلو فوا، يعني هذا لو فير بلو فوا كما تتشوفي هنا الانفينيتيف، علاش؟ حيت جا قبل منو هذا فا، بما أن هذا فا تنعرفو هو ذهب، ولكن جا مورا فيرب آخر، إذا شنو غيعني لينا؟ غيعني لينا المستقبل، س س ستمطر، إل فا بلو فوا، يعني هي ستمطر. إذن هاد القضية ديال المطار، ديال الجو جميل، ديال الجو يعني ساخن، الجو بارد إلى آخره، كاينين عبارات خاصة في الفرنسية، فهمتي؟ غالبا تنستعملو فيها إيل، فهمتي؟ يعني نرجع الفعل إلى هو، ياك؟ هو سيمطر، يعني هكذا نعبر، نعبر على كأننا نتكلم عن الجو بأنه سيمطر، فهمتي؟ إل فا بلوفوار. إذن بمجرد أن تقول إيل يعني هو سيمطر، المفهوم بها بأن المطر سينزل، فهمتي؟ يعني في العوض اللي تقول بحال في اللغة العربية نقول المطر سينزل، يعني أننا نحدد من الذي سينزل. في الفرنسية نقول هو سيمطر، فهمتي؟ ها؟ سات نوي. آه سات نوي، يعني هذه الليلة. إذن إل فا بلوفوار سات نوي، ياك؟ ها؟ إي دوما؟ إي دوما؟ أوسي؟ ها؟ إي لي أوتر؟ إي لي زوتر؟ إي لي زوتر جور؟ جور؟ دو لا؟ ها؟ سومين؟ آه دو لا سومين، شنو؟ شنو كان الكلام؟ قال لها إي دوما أوسي، وغدا أيضا، دوما هي غدا. وغدا ايضا، يعني غدا ايضا ستمطر، ياك؟ اي لي زوتر جور، اي لي زوتر جور يعني والايام الاخرى، لي زوتر هما الاخرى، الاخرون، تنقدروا بعض المرات نتكلموا على لي زوتر هما الاخرون، فهمتي؟ يعني مثلا نقدروا نتكلموا على نقولوا فلان والاخرون، فلان والاخرون، اذا نقدروا نقولوا فلان اي لي زوتر، ياك؟ ولكن عندنا هنا لي زوتر جور يعني موراها من هما الاخرون، ياك؟ يعني الايام الاخرى، فهمتي؟ والايام الاخرى دو لا سومين يعني لي الاسبوع، فهمتي؟ لي الاسبوع يعني والايام الاخرى للاسبوع. ها كون كوني كومون كومون تي لو سي، ها تي لو سي يعني كومون، كيف؟ هذه كومون معناتها هي كيف، تي لو سي هذا سو الفيرب سافوار، يعني كيف انت عرفته، سو الفيرب سافوار. اذا هنا مصرف في البريزون، كومون تي لو سي يعني كيف، كيف انت عرفته، لو لو عرفته، ياك؟ اذا هنا سؤال، يعني كيفاش عرفتي بان الجو سيمطر، يعني كيف عرفت بأن الجو سيمطر؟ ها تي تي اي دوفوني، دوفوني تي دوفوني، انت اصبحت، سي الفيرب دوفوني، ياك؟ تي دوفوني يعني انت اصبحت، اصبحت ماذا؟ فويونت، فويونت يعني شوافة، فهمتي؟ هذا هو الذي تكلمنا عليه قبل قليل، عندما نتكلم عن لي بريفيزيون، يعني فعلينا نتكلم عن التنبؤات. إذن هي قالت له أنت أصبحت شوافة، يعني مثل العرافة التي تتنبأ بالأحداث التي يمكن أن تقع للأشخاص، ياك؟ هذه الشوافة، ما عمرك شفتيها؟ شوافة ولا تيشوف؟ الشاف، أش يشوف؟ تكتشف هذاك اللي عيوق. لا راه كاين، كاين شي ناس بعض المرات تيكون في السوق تيبقاو يعطيو من الناس يدوروا معاهم، فهمتي؟ ملي تيدوروا معاهم تيقولي انت عندك، والسيمانه الجايه راه غيوقع لك، وحضي راسك هاد الشهر
راه واحد السيد تيجي عندك رد بالك منه تيقول لي الله فهمتي بحال واحد السيد بحال واحد السيد جا عند الشواف وقال له هكا واحد البركه قاطيه فلوس قال له علاش بغيت تسول انت قال له بغيت نسول على واحد الحمار ضاع عليا ما عرفتش شكون اللي دا عليا واحد الحمار قال لي واش عندكم شي واحد فيه واحد لاطراس في وجهه هنا قال له ولد عمي قال له هو اللي داه شكون هو اللي ما يقدرش يكون عنده لاطراس في وجهه بزاف اي واحد يقدر يقول له جاري المهم هو لا بدا غيتفكرش واحد عنده لاطراس في وجهه غيقول له جاري يقول له ولد خالي اشنو الاخر غيخسر عليه غيقول له راه هو اذا شنو هو تيستغلوا الجهل ديال الناس فهمتي كون كان الاخر مطور يقولوا راه كاع الناس عندهم لاطراس هنا في وجوههم فهمتي ولي يقولوا انا تنعرف 10 عندهم لاطراس في وجوههم شكون هو فيهم الاخر غيحصل لا هو قال له ولد عمي قال له راه هو اللي دير لك العمار هو مشى هو سد بحال هذاك دير فلوس بشحال هذاك مشى مشد مع السيد ما دالو لا حمار لا والو فهمتي شي الشوافه كيفاش يخدموا اذا اش قالت له قالت له كيف انت عرفت انت اصبحت عرافا عرافه يعني كالعرافه ها تريغول الفيرب غيقولي يعني انت تمزح فهمتي انت تمزح يعني تقول هذا الكلام فقط من باب يعني الضحك والمزاح ياك لا لا ميتيو لو بريفوا لو بريفوا اون لا دي على تيت على التيلي على التيلي اذا عندما قالت له بانك انت اصبحت عرافا قال لها انت يعني انت او انت يعني في الفعل تصرف بحال بحال تي ريغول يعني انت تضحكين يعني انت تمزحين ياك بهذه التسمية علاش لأن لا ميتيو لو بريفوا يعني راه حالة الطقس يعني الجهة المختصة في مراقبة الجو ياك مراقبة المتتبع الأمطار المتتبع للرياح المتتبع لحالات الجو يعني لو بريفوا هي التي تنبأت به سيرفير بريفوا ياك لو بريفوا اون لا دي على التلفزيون يعني هم قالوها في التلفازة فهمتي يعني هذه هم يعني دائما كما قلت من قبل بان اون استعملوها للمجهول لاشخاص لجهات معنيه لا نعرف منهم بالضبط فهمتي اون لا دي على التلفزيون يعني هم قالوها يعني ولكن الصرف يكون بحال ايل بحال بغينا نقولوا ايل لا دي على التلفزيون يعني هو قالها في التلفازة ولكن الفرق بين اون وبين ايل الصرف بحال فهمتي الصرف يعني هذا الفعل هذا دي لو فيرب دير يعني نستعمله وكاننا عندنا ايل هنا يعني كان عندنا هو ولكن من حيث المعنى اون يختلف على ايل لان ايل نقوله ايل يعني من المفروض ان نعرف من هو فهمتي يعني اننا نتكلم عن شخص ثم لكي لا نعيد هذا الشخص لا نعيد ذكره نقول هو إذا من المفروض أننا نكون مسبقا قد عرفنا من هو هذا الشخص إذا بهذا الضمير فهمتي إيل ولكن أون يعني المقصود به الجهة المعنية فهمتي يعني أو مثلا ممكن مثلا نقدر نقوله أون لو كوني فهمتي يعني الكل يعرفه فهمتني يعني أشخاص يعني تكونوا مجهولين هذا تيكون مبني للمجهول تقريبا تيعطينا الفعل وكأنه مبني للمجهول اون لا دي على التلفزيون يعني راه قيل في التلفازة ها إيل إيل يوغا دي افي دي زافيرس دي فاز دي فاز دي زافيرس إيل يوغا دي زافيرس دي زافيرس إيدي إيدي Des chutes de neige. De neige. Pour les. Quatre. Pour les quatre. Prochains jours. Et donc, je vais le dire au tien.
اللي ودي il y aura des averses يعني غتكون هذا الفيرب avoir في الفيتير يعني il y aura يعني سيكون هناك سيكون هناك il y aura des averses دي شيت الشيت يعني سقوط تنقولوا باراشيت يعني هي ديك المظلة التي تحمي من السقوط باراشيت ياك مظلة النزول إذا الشيت لي شيت هو السقوط شيت سقوط ماذا دو نيج يعني ديال التلوج فهمتي اللي يوغا دي زافيرس اي دي شيت يعني سقوط هنا سقوط جمع وكأننا نتكلم عن سقوطات ياك دوناج دوناج يعني تلج هذي pour les quatre prochains jours يعني بالنسبة لأجلي كأننا نتكلم لأجلي الأربعة المقبلة الأيام يعني وكأن المعنى ديالها هي للأيام الأربعة المقبلة فهمتي إذا ستكون هناك سقوط للثلوج بالنسبة للأيام الأربعة المقبلة بخشان هي المقبلة بخشان نقول بخشان مو بخشان مو يعني قريبا فهمتي كاتخر كعرفة كاتخ جوغ كاتخ جوغ يعني الأربعة أيام ياك بالنسبة للأربعة أيام المقبلة إذا جو كومبخون لا سيتياسيون أفهم الحالة أو أفهم الوضعية ياك و ستخوف فريد ناديا و ستخوف فريد ناديا شنو هو هادي واش نقصدو بها شنو لا او لا ماشي شنو ماذا لا ماشي ماذا ماذا هي كوا هادي او او هي اين تنقصدو بها المكان فهمتي تنقصدو بها في السؤال تتعني لنا أين تتعني حيث فهمتي إلى آخره المهم تتعني لنا المكان إذا أصدخو فريدة فريد إي نادية أين يوجد فريدة ونادية أين يوجد فريد ونادية سي لو فيرب صدخوفي ياك إذا أين أصدخو فريد إي نادية فريد إي نادية Se trouve à la maison. À la maison, exactement. Que remarque Farid? Que remarque Farid? C'est le verbe remarquer. Mais d'ailleurs, faire ou faire? Ah, là. Alors, on a parlé de la maison. Quand Farid et sa soeur rentrent à la maison, et il a remarqué quelque chose. On dit? Farid? Farid? شنو لاحظ غومارك هي لاحظ تنقول غومارك تنديرو جوج نقاط بعد مرة تعرفيها من بعد هي ملاحظة ياك بعد مرة الأستاذ يكتب لك ملاحظة تدير جوج نقاط وتعطيك شي حاجة فيها ملاحظة إذا تقدر بالفرنسية نعبرو عليها غومارك هادي غومارك هنا راه مصرفة ديال الفعل غومارك ياك إذن كو غومارك فريد إذن فريد غومارك كوا كيسكي لا غوماركي شنو لاحظ لونيج ها لونيج لي نياج لي نياج إذن فريد ا غوماركي ليكزيستونس دو غرو نياج ياك ها كو بونستيل هذا سيرفر بونسي إذن كو بونستيل ماذا ها ماذا يفعل ماذا فكر كوبون ستيل شنو فكر على سا رونتري ا لا ميزون اي لا روماركي لي غرونياج ليكزيستونس دو غرونياج اي ابري كيس كي لا بونسي اي لا بونسي كلكو شوز ها كيس كي لا دي كونت اون فوا لي غرونياج سا فو دير كوا سي غرونياج كان يفكر انت ملي غتشوفي لي غرونياج كيسكو تي فادير ا بروبو سي غرونياج ها الى بونسي
كيل فا بلوفوار يعني بانه فكر بانه غتصب الشتا فهمتي ولا لا؟ إلا بونسي كيل فا بلوفوار لا نوي كيل فا بلوفوار بوندون لا نوي فهمتي؟ يعني بانه فكر بانه غادي تصب الشتا في الليل ها فريد أتيل غيزون فريد أتيل غيزون شنو فريد أتيل غيزون يعني فريد واش عنده الصح واش عنده الصح فهمتي غيزون تي غيزون يعني انت عندك الصح او عندك المعقول فهمتي يعني هذاك الشيء اللي قلتي راه صحيح فهمتي شي واحد تيقول شي فكره تقول له تي غيزون يعني انت عندك الصح فهمتي ولا بغيت تقول على شي واحد هو راه عنده الصح تقول اي لا غيزون هو راه عنده الصح فهمتي اذا فريد اتي غيزون واش هو صح عنده الصح ها واش كلامه بصح ولا غير ولا داك الكلام ما قالو كوك على الله بصح اذا باش عرفنا هادو الصح بوركوا بوركوا تي الغيزون شاف الاخبار باسكو سا رومارك روبوز سور لانونس لا ميتيرولوجي فهمتي ديك انا جو بارل دي طون كيل في اون اوتيليزون لي زيكسبرسيون كي كونفيان دون لا ليست يعني انا اتكلم على لو دي طون يعني الحاله الجويه انا تنعرفوا لي طون هو الوقت ولكن المقصود به هو الحاله الجويه جو بارل دي طون كيل في يعني اللي غيكون اتكلم عن الحاله الجويه التي تكون كيل في التي سيعملها دائما نقول كما قلنا من قبل تنقولوا ايل بلو يعني هو يمطر اذا نستعمل دائما هذه هو كيل في يعني الذي سيعمل يعني نتكلم عن الحاله الجويه التي ستكون هذا هو المعنى المقصود هنا ولو اننا استعملنا هنا الفيرب فير لاننا هذا الفعل فير الفيرب فير نستعمله كثيرا للتعبير عن الحاله الجويه فهمتي سنرى امثله اون اوتيليزون دي اكسبرسيون يعني مستعملا الفيرب اوتيليزي يعني استعمال لي اكسبرسيون يعني العبارات مستعملا العبارات ياك كي كونفيان يعني كي كونفيان التي سي لو فيرب كونفونير يعني تلائم دون لا ليست سويفونت يعني في الجدول التالي ياك ال في موفي طون يعني شنو غيكون ال في موفي طون يعني ال في كما استعملنا يعني اتكلم عن الوقت الذي يعمل بمعنى اخر اتكلم عن الجو الذي يكون الذي يعمله كما نلاحظ هنا الفي موفي هي سيء طون هو تنعرف هو الوقت ولكن المقصود به هو الحاله الجويه يعني هو يعمل حاله جويه سيئه بمعنى اخر الحاله الجويه سيئه هذا هو المقصود بهنا الفي موفي طون يعني بان الحاله الجويه سيئه نعبر عنها بهذه الطريقه ال في موفي طون هذه طريقه هذه عباره من العبارات فهمتي اذا ال في موفي طون يعني ان الحاله الجويه سيئه اذا ماذا يعني هذا ها اذا ال فا بلوفوار فهمتي ال فا بلوفوار يعني بان الامطار ستنزل وكما كما لاحظتي هنا استعملنا ال فا ال فا يعني هو سيمطر دائما نستعمل هذا هو إيل نستعمل هاد العبارة إيل فا بلوفوار مثلا يعني كأننا نتكلم عن أمرين غائب أو شخصين غائب أو ياك إيل فا بلوفوار مثلا إيل بلو ياك هنا إيل بلو إيل بلو يعني أن هذا زي من الفير بلوفوار يعني هو يمطر يعني بأن المطر ينزل فهمتي إيل بلو عندنا هنا لو طون إيطون سولايي لطو إيطون سولايي يعني أن الوقت ياك مشمس معنى ديال أننا الحالة الجوية إيطون سولايي يعني مشمسة فهمتي ممكن نعبروا عليها بطريقة أخرى إل فيبو يعني إل فيبو يعني أن الجو جميل فهمتي كي لطو لو سيال إي كوفير لطو إي كوفير ولا نقولو لو سيال إي كوفير يعني لو طون يعني الحاله الجويه اي كوفير كوفير يعني انه مغطى كوفير يعني كوفير دو نياج فهمتي انه مغطى
سلفرب كوفغيغ، كوفغيغ هي غطى ياك، أو غلافة ياك، غلافة أيضا يعني تينقى ممكن نعبروا عليه بهذا لو فيرب كوفغيغ. المقصود هنا أن إما السماء مغطاة أو مغلافة، يعني بطريقة غير مباشرة نقصد بأنها مغطاة بالغيوم ياك، أو نقول لوطون. لوطون مقصود به هو الجو، إذا لوطون إي كوفير، إذا الجو يعني أنه مليء بالغيوم إي كوفير. هنا جو بريفوا يعني أتنبأ، أنا أتنبأ لو طون كيل فورا، يعني بطبيعة الحال لو طون هو الوقت، ولكن المقصود هنا حالة الجو كيل فورا التي ستكون. دائما نعبر عنها بالفعل فيغ، تلاحظون بأن لو فيرب فيغ، كما نلاحظ هنا بأن لو فيرب فيغ كاين في الفيتير يعني في المستقبل. إذن جو بريفوا يعني أنا أتنبأ بحالة الجو التي ستكون دوما يعني غدا. Pour cela, je regarde à travers la fenêtre. يعني من أجل هذا، pour cela, je regarde, c'est le verbe regarder, يا راقبة أو لاحظة أو يعني نظرة. Je regarde à travers المقصود عليه من وسطي، فهمتي؟ مثلا نقدروا نقولوا à travers l'océan، يعني وسط المحيطات، فهمتي؟ إذن à travers la fenêtre يعني وسط، يعني النافذة، من وسط النافذة. إذن جو روغارد يعني أندورو من وسط النافذة أو من النافذة دو لا فونيتخ دو ما سال، يعني من نافذة غرفتي. دو كور ياك، دو كور يعني ديال الساحة ياك. إي جوتيليز وأستعمل سو الفيرب أوتيليزي لي زيكسبرسيون، يعني العبارات كي كونفيان دون لا ليست، يعني العبارات التي تلائم سي الفيرب كونفونير، كونفونير دون لا ليست يعني في الجدول التالي سويفونت. اذا عندنا اليو غادو لا بلوي، يعني ستكون سيكون المطر. لا بلوي هنا راه مؤنث، اليو غادو لا بلوي يعني ستكون، سيكون هناك مطر ياك. لو سيال سوغا كوفير يعني السماء سيكون يعني مغطى، فهمتي؟ السماء سيكون مغطى يعني مغطى بالغيوم. كاين عندنا لو طون سوغا اون سولي، عندنا الوقت او الجو هذا هو المقصود هنا. سوغا اون سولي يعني سيكون مشمس، جاي من لو سولاي، الصلاه هي الشمس. اليو غادي بغويار، اليو غادي بغويار يعني ستكون هناك ياك، سيكون هناك دي بغويار، يعني بغويار هي الضباب، لو بغويار هو الضباب، اليو غا دي بغويار.